أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، معادنا مع الدرس الثالث في الوحدة الثانية، وده آخر درس في الوحدة. الدرس ده بيقول لي تطبيقات حياتية على ميل الخط المستقيم. المقصود بيه إنه يوضح لنا إن الميل اللي إحنا درسناه ده بتاع الخط المستقيم ده حاجة ليها استخدام في حياتنا. الحمد لله. بنقول لك في العلاقة الخطية بالمتغيرين، يكون ميل المستقيم يعبر عن معدل تغير أحد المتغيرين بالنسبة للآخر. خد بالك من كلمة معدل دي عشان بتستخدم في حياتنا كتير. يعني على سبيل المثال، مثلا سرعة أي جسم متحرك هي معدل تغير المسافة بالنسبة للزمن. ده كده بيديني سرعة الجسم المتحرك ده، يعني الجسم بيقطع مسافات قد ايه في وقت قد ايه، فدي اسمها سرعته. تمام. فلو احنا قدرنا، ده على سبيل المثال، لو احنا قدرنا نمثل، او لو كانت العلاقة بين المسافة اللي الجسم بيقطعها والزمن اللي بيقطع فيه المسافة دي بيتم تمثيلها بخط مستقيم، والزمن ممثلينه على محور السينات او الخط الافقي، والمسافة ممثلينها على محور الصادات او الخط الرأسي، يبقى ساعتها لو العلاقة تم تمثيلها بخط مستقيم هيبقى من الخط المستقيم ده هو سرعة الجسم اللي متحرك ده. تمام. يعني بقولك او اذا تم تمثيل العلاقة بين المسافة التي يقطعها جسم متحرك على محور الصادات والزمن الذي يقطع فيه هذه المسافة على محور السينات، يبقى ميل الخط المستقيم في الحالة دي بيساوي سرعة هذا الجسم أثناء الحركة. بص على الرسمة اللي قدامنا دي. دي رسمة احنا رسمينها اهي، ده الزمن متقسم بالساعة 2 4 6 8 10، ودي مسافة متقسمة بالكيلومتر، ادي 10 20 30 40 50. ورسم بيقول لي ان الشكل اللي قدامنا ده اللي هو فيه الخط المستقيم ده والقطعة المستقيمة دي، أو القطعة المستقيمة دي والقطعة المستقيمة دي والقطعة المستقيمة دي، دي بتعبر عن حركة دراجة من ميل القمح إلى الزقازيق والعودة. يعني واحد ركب العجلة بتاعته أو الدراجة بتاعته وابتدى يطلع من مدينة ميل القمح ومتجه إلى مدينة الزقازيق وبعدين رجع تاني. طيب، ودي كانت الرسمة اللي بتعبر عن هذه الحركة. من الرسمة دي بيقول لي أوجد سرعته خلال رحلة الذهاب. طيب، ادي القطعة المستقيمة ا ب دي اللي بتمثل رحلة الذهاب. كويس. حضرتك عشان تجيب السرعة دي هتجيب من القطعة المستقيمة دي، وعشان تجيب من القطعة المستقيمة دي لازم تطلع لنا نقطتين. فحضرتك بس بيبقى المطلوب منك اختار اي نقطتين، بس اختار احداثياتهم تكون واضحة ومؤكدة بالنسبة لك علشان تقدر تجاوب اجابتك مظبوطة. يعني النقطة دي معروفة انها صفر وصفر، النقطة دي ما اقدرش اقول عليها، ولا النقطة دي اقدر اقول عليها، لكن ممكن اخد النقطة دي اللي هي 2 مع ال 25، ما هو طالما دي 20 ودي 30 يبقى اللي في النص دي 25. عندنا النقطة مثلا دي قصاد ال 4 وال 50، قدامي أكتر من نقطة هما اخدهم. فأنا اخترت نقطة الألف اللي هي 0 و0، واخترت نقطة الب اللي هي 4 و50. وهحسب الميل بتاع الخط المستقيم، هدي بتبقى دي السرعه اثناء الذهاب. طبعا عارفين ان الميل هيبقى فرق صادات اللي هو 50 ناقص 0 على فرق سينات اللي هي 4 ناقص 0 هيطلع 12.5، واقول له كيلو متر كل ساعه، يبقى دي سرعته اثناء الذهاب. طيب، الخط ده اللي بتمثله القطعه المستقيمه ج د ده بيمثل رحلته اثناء العوده. برضو حضرتك هتختار اي نقطتين، بس زي ما بقول لك كده تختار النقط اللي تكون احداثياتها واضحه، يعني ما تروحش تختار نقطه زي دي مثلا، لان انا مش عارف هي بالظبط قصاد مين على الخط الافقي. ماشي، ما اقدرش اختار دي كده لان انا مش عارف هي قصاد مين بالظبط على الخط الراسي، لكن مثلا ممكن اختار نقطه زي دي اهي لانها قصاد السته على الافقي، وعلى هنا قصاد 40 ممكن اختار النقطه دي اللي هي 5 مع 50، ممكن اختار النقطة دي اللي هي 10 مع الصفر. المهم ان النقطتين اللي نختارهم يكونوا احداثياتهم واضحة بالنسبة لنا. فهنقول له
في رحلة العودة هناخد النقطة 55 مع النقطة 10 وصفر، فهتبقى السرعة بتاعته أثناء العودة 50 ناقص 0 على 5 ناقص 10 هتطلع سالب 10 كيلومتر كل ساعة. طيب هنا السرعة مقدارها 10 كيلومتر، لأن مفيش سرعة بالسالب. أمال إيه السالب اللي ظهرت لنا في الإجابة دي؟ السالب دي معناها إن هو كده إن الاتجاه اللي هو كان متحرك فيه بالسرعة دي كان عكس الاتجاه الأول. فالاتجاه الأول كان مثلا من القمح إلى الزقازيق، يبقى السرعة دي بقى وهو راجع من الزقازيق إلى منيا القمح، يبقى الإشارة السالبة هنا تدل على إنه في اتجاه العودة أو في اتجاه عكس الاتجاه الأول. طيب في حاجة بقى اسمها السرعة المتوسطة، السرعة المتوسطة دي بتساوي المسافة كلها اللي الجسم قطعها على الزمن كله، على أساس إن الجسم ممكن وهو بيتحرك سرعته تتغير، شوية يمشي بسرعة عالية، شوية يمشي بسرعة قليلة وهكذا. فالراجل بيقول انا عاوز السرعه المتوسطه، فهناخد المسافه كلها على الزمن كله. المسافه في رحله الذهاب كانت 50 كيلو، في رحله العوده كانت 50 كيلو زيهم. يبقى المسافه اللي مشيها او اللي اتحركها الجسم ده كانت 100 كيلو، اتحركها في قد ايه؟ اتحركها في 10 ساعات. يبقى هنقول له السرعه المتوسطه هتساوي المسافه الكليه على الزمن الكلي، يبقى هتساوي 100 على 10 تطلع 10 كيلو متر كل ساعة. طيب ده في عندنا قطعة أفقية في الرسمة اهي اللي هي البي جيم. طبعا احنا عرفنا من الدرس السابق ان القطعة الأفقية هيبقى ميلها هيساوي صفر، واحنا في اللي قدامنا ده عارفين ان الميل هو السرعة، يبقى هنا السرعة كانت صفر، يبقى ده كان معناه ان الجسم متوقف. فالجسم توقف لمدة قد ايه؟ لمدة ساعة. يعني الجسم بعد اول 4 ساعات توقف لمدة ساعة ثم بدأ في التحرك في رحلة العودة. تمام؟ ده مثلا مثال. تعالوا نشوف مع بعض مثال تاني. نشوف مع بعض المثال دون. الرسمة اللي قدامك دي زي ما انت شايف الخط المستقيم ده مكتوب هنا متر ومكتوب هنا زمن بالدقائق، وبنقول لك في خزان مياه مملوء باسفاره وصنبور، يعني في حنفيه من تحت في الخزان دون مفتوحه فبتنزل ميه، والشكل اللي هو الخط المستقيم اللي قدامنا بيمثل العلاقه بين الزمن نون بالدقائق وكميه المياه المتبقيه في الخزان اللي هو حجم الميه باللتر. عايزين نقرا الرسمه كده مع بعض. دي كانت اسئله بس انا هكتب لك اجابتها مباشره. يعني اول حاجه الراجل لو سالني بيقول لي ايه هي اكبر سعه للخزان؟ شوف اعلى نقطه كده قصاد مين؟ دي 700 ودي 800 ودي في النص، يبقى 750 لتر. يبقى اكبر سعه للخزان هي ايه؟ 750 لتر. طيب بيقول لي الزمن اللازم ليفرغ الخزان، لو بصينا هنا كده ده الخط بتاع الزمن، الخط وصل هنا صفر اللي هو قصاد الصفر بتاع حجم الميه، الصفر اللي قصاد مين هنا بقى في الزمن؟ قصاد ال 30. يبقى هنقول له الزمن اللازم يفرغ الخزان هو 30 دقيقه. طيب بيقول لي ما يتبقى في الخزان بعد 20 دقيقه؟ المفروض ان حضرتك هتروح رايح على الزمن اللي هو 20 دقيقه وهتطلع كده لحد ما تقابل الخط، وبعدين تروح على الخط على بتاع الحجم كده، يبقى الحجم اللي هنا دون هو اللي متبقي في الخزان، فهنا 200 وهنا 300 ده في النص يبقى 250 لتر. يبقى ما يتبقى في الخزان بعد 20 دقيقة هو 250 لتر. طيب بيقول لي بقى عايزين نعرف متوسط تفريغ الخزان. متوسط يعني معدل يعني ميل. يبقى هنجيب من الخط ده هنختار نقطتين، أنا اخترت النقطة دي عشان واضحة صفر و750، واخترت النقطة دي علشان واضحة 30 وصفر. ما تنساش انك بتكتب الاحداث السيني للنقطة الاول وبعدين الاحداثي الصاد. فهنحسب هيبقى 750 ناقص صفر على صفر ناقص 30، طلع الاجابة سالب 25 لتر كل دقيقة. طبعا يبقى معنى الكلام ده معناه ان اللي بينزل كل دقيقة 25 لتر، والاشارة السالبة دي علشان كمية المية اللي في الخزان بتقل، فالإشارة السالبة هنا بتدل على مقدار نقص 25 لتر كل دقيقة. طبعا
في حاجات كتيره قوي في الحياه بتبقى ممكن تمثيلها بخط مستقيم، وبالتالي يمكن ايجاد معدل التغير فيها او متوسط التغير فيها بان احنا نجيب منها ميل الخط المستقيم. دول كده كانوا مثالين عشان يعرفونا استخدام الميل، وكمان انك تقدر لو احنا مش مدين لك النقط بتاعه الخط المستقيم واحنا اللي راسمينه، يبقى تقدر تطلع نقطتين احداثيات، نقطتين يكونوا واضحين من على الرسمه، اي نقطتين يكونوا واضحين عندك تستخدمهم في حساب الميل. اتمنى ان يكون القصه مفهومه، ونتقابل على خير ان شاء الله في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.